يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، اكيد رجعنا لكم في طله برنامج صباح الخير. اكيد هالنهار دائما نتمنى انه يكون سعيد ومرسوم بالعديد من الجوانب الايجابيه. بدايه نرحب في الرائد جهاد الشتاوي مدير فرع شرطه مرور مدينه طولكرم. يسعد صباحك. صباح الخير لكم، صباح الخير للوطن الجميل، صباح الخير للمواطن الكريم، صباح الخير للشرطه الفلسطينيه الساهره، العيون الساهره على راحه المواطن. يعطيكم العافية. يعني دائما اقترن الحديث من كل عام بالتحدث ومشاهدة الفعاليات أسبوع المرور العربي. هذا العام كان تحت سلامتي مسؤوليتي وكان عربيا بامتياز، لكن كيف يمكن تقييمه فلسطينيا وخصوصا على الوجه الكرمي؟ أول شيء شكرا لكم لأنكم أتحتوا لنا الفرصة لتعريف المواطن بشيء اسمه أسبوع المرور العربي. أسبوع المرور العربي يجتمع العرب دائما في كل عام، وزراء الداخلية العرب، ويقرروا ما هو الشعار الذي سيحمله أسبوع المرور العربي لكل عام. أسبوع المرور العربي يبدأ من كل عام من 4/5 ويمتد حتى 10/5. فلسطينيا شأن باقي أقطار الوطن العربي يقومون بفعاليات بمناسبة أسبوع المرور العربي، وإحنا بشرطة المرور الفلسطينية وكإدارة عامة وضعنا خطة من أجل تغطية أسبوع المرور العربي على أن يشتمل يوميا فعاليات. نعم. ولكن يعني سيد جهاد، تنوعت الفعاليات لهذا الأسبوع من مسيرات وأيضا دورات تثقيفية وتعريفية لقواعد المرور، هل ترون أن نشر ثقافة قوانين المرور كافية لالتزام المواطنين أم يجب أن يكون هناك تعاون من قبل المواطنين أنفسهم؟ بالضبط، إحنا المفروض والصح أنه يكون هناك شراكة في ترسيخ مبدأ الثقافة المرورية لدى المواطن. شرطة فلسطينية مع مؤسسات المجتمع المحلي، وأنا لمست في إحدى فعاليات أسبوع المرور العربي عملنا مسابقة توعوية مرورية ما بين مدرستين في طول كرم، وتفاجأنا من روح المنافسة اللي كانت بين الفريقين. يعني إحنا بصراحة كنا مبسوطين جدا لأنه جهدنا قطفنا ثماره من يعني شاهدنا وقطفنا ثماره من خلال هذه المسابقة لما أبدو الطلاب من روح التنافس ومن معرفتهم بقواعد المرور. يعني بالحديث عن قواعد المرور، يعني كان لنا جولة ميدانية في مدينة طولكرم في جمهور السائقين. مشاهدينا الأعزاء وسعادة الرائد، سننتقل وإياكم لمشاهدة بعض هذه الآراء حول قوانين المرور وقيمة المخالفات. نرى وإياكم. والله في تقصير، في تقصير من تنفيذها، لأنه حصلت معنا شغلة هنا على الخط عندنا من شفريتنا، طلع فيه دخلة مقابل الشارع التحتاني شارع الحدادين، بكى هو جاي من شارع الحدادين طالع طلوع، وفي سيارة ظلت قاصة الكوربة اللي منه وتحت، ظلوا قاطع الشارع، فحطوا الحك على اللي طالع شارع الحدادين. يعني مش عارف شو بدي أقول أنا بالنسبة للنقطة هاي اللي حكيتها، ما أظنش مش كافي. يعني إحنا مش ناقصنا يعني فركة كشافة تمرق وشوية طبول تطبل، يعني أقول لك في مداخل كثيرة في البلد ما فيش فيها إشارات، يعني في أماكن كثيرة مفترقات المفروض أن يبقى فيها شرطي يعني أساسي، مش موجود فيها، بينما في أماكن مش لازم يكون فيها شرطي من لكي متواجد 24 ساعة. يعني عندنا مثلا هنا مركز دوار ثابت بتلاقي الشرطة طول الوقت واقفين هنا، ما فيش سير أصلا، معظم الوقت مغلق الشارع، بينما في أماكن يعني عند بنك فلسطين الشارع يعني في اختناق مروري بشكل يعني، وفيش شرطة، تلاقي الشرطة هناك. ممكن بس يمكن تكون غير مطبقة. صحيحة 100%. يعني ايش مطبق وايش مش مطبق، مش كله مطبق طبعا. طب بالنسبة لأسعار المخالفات؟ عالية كثير، عالية والله. فيها عالية يعني 300 شيكل راكب زيادة، 300 شيكل تغيير خط، 300 شيكل يعني زيادة عن المعقول، هذا عالي كثير والله. ما بتتناسب مع الدخل، لانه الدخل هون والوضع الاقتصادي صعب جدا بمر فيه الشعب الفلسطيني،
وهم رفعوا قيمة المخالفات، والمخالفات مش رادع، لأنه الرادع الأساسي في أنه انطي الرخص لناس بيستحقوها مش بالمعاملة الآن الموجودة. قاعد يعني اليوم أي واحد بأخذ رخصة وهو بعرفش بالقوانين، لازم يصير ترتيب للموضوع من قبل المدارس السواكة والدائرة السير والمرور لهي الأمور. يعني هذا أسبوع المرور العربي بس حبر على ورق، فيش إله يعني متطلبات أو يعني يكون في المرور العربي، كل واحد في الوطن العربي ضارب مشراده. إحنا قاعدين يعني قوانيننا والمرور تبعنا يعني بطبق، يعني شأننا إحنا بدولة متقدمين على الآخر. فهذا بيفيش في الغرض عنا على شوارعنا السيئة وعلى الاحتلال اللي عنا، والمخالفات اللي إحنا بنتعرض لها مخالفات يعني ما أنزل بها الله سبحانه وتعالى من سلطان. والله يا أخي يعني واحد مثلا بيكون داخل شارع عكس السير، طبعا هذا لازم يتخالف لأنه بده يعرض حياة ناس للخطر، بحمل زيادة، بجوز أحمل زيادة يعني لأنه خلاص حملت المركبة هو تأمينها، ما بجوز أحمل زيادة. بعض مرات إحنا شو بصير عندنا، بنحمل إحنا ركاب زيادة صغار، وبأمر من الشرطي بيقول الشرطي إنه مسموح لك تحمل راكبين في المركبة، بنتفاجأ إنه التأمين بيقول لك إحنا ما نتعرفش على هذا الكلام، وقعنا بين الشرطة وبين التأمين. هذا المشاكل اللي بتصير معنا، ومرات في شرطة بيخالفوا على هذا الكلام، يعني إنه معك راكبين صغار بيخالفوا عليهم، في شرطة بيقول لك لا عادي أنا حمل زي ما بدك، فإحنا متحيرين يعني بهالشغل هذا. والله قيمة المخالفة عالية جدا يعني. بالنسبة للدخل على السيارات فهي عالية جدا جدا جدا، لا ما وزعوا علينا ولا أعطونا، ولكن احنا يعني من واحد لواحد نعرف انه تغيير خط 300 حزام اعتقد 250، مش كل المخالفات نعرف قيمتها بالضبط، شايف؟ المفروض من الشرطة او المعنيين انه يعطونا ليست بهذا الموضوع، مشان يمكن عارفين والقانون شو يعني بالضبط. تقريبا لا، مش يعني مش بزيادة لا، شان المخالفة راكب زيادة 300 شيكل مثلا، تغيير بيرمت مش تغيير بيرمت، يعني واحد معوش ركاب ولا رايح يسوي له شغله هو وعياله مرطوا 300 شيكل، بدهم امر حركه وامر مرور ومش عارف شو، يعني اخذ تاكسي طلب انها مشان اروح اشوف سياسي بالدار يعني مثلا. يعني في منها قسم مطبق وفي قسم لا، يعني الشرطه بتراعي برضه. إذن سيادة الرائد، يعني كما لاحظنا أن في آراء المشاهدين تتباين ما بين هناك من يعترض على أسعار هذه المخالفات والبعض الآخر يقول أنها لا تتلائم والوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن الفلسطيني، وآخرون يقولون بأنه لم يتم إشعارهم حتى بهذه القوائم التي تشمل أسعار المخالفات والغرامات. قيمة المخالفة ليس للشرطة الفلسطينية أو شرطة المرور دخل فيها، ليس نهائيا، إحنا ما بنتدخل فيها لأنه مش اختصاصنا. في جهات حكومية أخرى هي اللي بتقدر شو قيمة المخالفة حسب خطورة المخالفة. يعني البليفون 500 شيكل، لماذا تم وضع 500 شيكل حسب تحليلي؟ إنه البليفون من أخطر المخالفات، يجب أن تكون مخالفة وحتى تكون رادعة بهذا القيمة. تأمين المركبات 750 شيكل. طيب انت عملت حادث سير ومعكش تامين، طيب كيف بدك تعمل، كيف بدك توافق، بدك تعطي المواطن اللي تضرر من الحادث اللي صار حقه؟ اذا ما في معه تامين بروح حقه هدر، ولا حدا بيقدر يعطي يعوضه. من هذا المنطلق قيمه المخالفه يجب يعني ان تكون حسب خطورة المخالفة. هناك يعني بعض السائقين قالوا بأنهم يعني ما ليس لديهم علم بتسلمهم بالقائمة، في قائمة تكاليف المخالفات المرورية التي يمكن أن يعني أنهم يعرفوها لحتى يتجنبوا الوقوع في مثلها. القانون المرور لا يخضع للاستفتاء، وقيمة المخالفة حين توضع لا تخضع للاستفتاء، ليس التسليم يعني التوعية والتثقيف بهذه الأسعار. يعني بعض المواطنين صرح قائلا أنه أنا بالنسبة لي ما وصلتني هذه القائمة. إلنا تقريبا أكثر من سنتين من خالف مخالفات من نوع غرامي، ماذا بقي للمواطن؟
لكن يعني كيف يمكن الموازنة ما بين الردع من أجل ارتكاب يعني هذه المخالفات المرورية والقانونية وما بين الوضع الاقتصادي اللي بيعيشه المواطن الفلسطيني؟ احنا كشرطة مرور هدفنا او يعني الطريقة الأخيرة اللي بنلجأ إلها اللي هي المخالفة، المخالفة ليست هدف إلنا بقدر ما المواطن نوعيه ونرشده للطريق الصح وكيف يعني يلتزم بقوانين المرور. المخالفة بوجه يعني رسالة لكل السائقين لكل المواطنين، المخالفة ليست هدفنا، ولكن التنبيه مرة وثنتين وثلاث مرات للمواطن بعد ارتكاب المخالفة يعني ما بكفي التنبيه لوحده، تأتي المخالفة بعد عدة مرات من التنبيه. إذن يجب أن يكون أيضا التنبيه ذاتي وداخلي لئلا يتم ارتكاب هذه المخالفات ومخالفتهم نقديا وماليا. أكيد يجب على المواطن أن يعي بأن كل مخالفة يرتكبها بالشارع في إلها غرامة، وفي نوع من المخالفات نوع محكمة. يا أخي السائق يعني إذا ما أنت ما بدك تتغرم أو يحرر بحقك مخالفة من نوع غرامة، ليش ترتكب المخالفة؟ التزم بقوانين السير والمرور. رجاء للمواطنين وللسائقين أنهم ما يرتكبوا مخالفات حتى ما يتم تحرير المخالفات بحقهم. طب بالرجوع لفعاليات أسبوع المرور العربي في مدينة تركيا، كيف وجدتوا حالة تقبل الجماهير والمجتمعي للفعاليات سواء كانت في المسيرات التي خرجت أو في توزيع الورود على السائقين إلى بعض البروشورات بالقرب من مداخل مدينة تولكرم؟ كيف كانت هذه اللفتة؟ طبعا كانت اللفتة مليحة من قبل الشرطة الفلسطينية بالطبع، ولكن أنتم بتقدروا تسألوا المواطنين شو كان شعورهم حين قمنا بتقديم وردة مع بروشور. هذا البروشور يعني بيحتوي على ارشادات وتذكير ببعض القواعد المروريه، وحسينا انه المواطن يعني كان مبسوط. يعني انت كيف شفت تفاعل المواطنين؟ هل كثير كان كثير كانوا مبسوطين وممتاز تفاعلهم معنا. يعني كان في تفاعل، وحتى مثلا لاحظت انه هناك في ممكن انه تقبل الالتزام ب مثلا بعض الامور التوعويه اللي بتعطوهم اياهم، لانه في بعض الشكاوى من المواطنين يقولوا انه في لنقل تجاوزا فوضى مروريه في بعض الشوارع خاصه عندنا في طول كرم. طب كيف ممكن انت توضح للمواطن انه كيفيه انتشار الشرطه في هذه الشوارع مع انه مراعاه انه يكون هناك الالتزام بالحق العام للمرور والماره؟ بدي انوه للمواطن انا ما فيش عندي العدد الكافي لوضع على كل مفترق او كل تفرع او كل مكان اوضع شرطه، ولكن قدر الامكان اذا ما كانش مساعده من قبل المواطن مع الشرطه الا يكون هناك نوع من الفوضى. فانا بنشر الشرطه يعني في المواقع اللي بيكون فيها اقتدار مروري، في النقاط اللي بيكون فيها هناك التقاء اكثر من اتجاه لحركه السير لتسهيل حركه السير، ولكن لا مش معقول انشر في كل مفترق او كل تفرع في المدينه شرطه. فالمواطن يجب انه يتعاون معنا وهو من تلقاء نفسه يكون عنده التزام ذاتي بتطبيق القواعد المروريه حتى يصير عندنا هناك بيئه مروريه امنه، حتى يصير عندنا هناك تنظيم لحركه السير. باعتقادي انه رقي البلد او المدينه تقاس بمدى التزام اهلها وسكانها بقوانين وانظمه المرور. صحيح. يعني اسبوع الفعاليات لهذا الاسبوع ايضا تضمن تكريم الصحفيين في مدينه تولكرم، كانت لفته جميله بالطبع، يعني جميله ضمن هذه الفعاليات، وكذلك بمدير الشرطه الجديد في المدينه. طبعا نوجه له احنا تحيه وبنصبح عليه سياده المقدم الحقوقي حسام عوده، وان شاء الله عواد للتصحيح بنصبح عليه من عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد. أكيد يعني في الحديث أيضا عن العديد من المخالفات ما بعد ألف أسبوع المرور العربي، كيف يمكن أن ننظر إلى مدينة تولكرم خصوصا وأن هناك العديد من الأعمال التي تقوم بها البلدية تولكرم ترميمية وتأهيل للشارع الرئيسي، هناك اكتظاظ مروري الكثير، الكل يعني تقريبا يعاني منه، كيف تتعامل الشرطة مع هذه مع حالة هذا الاكتظاظ؟ في البداية يعني قبل ما تقوم العملية بأعمال الترميم وأعمال التجميل لشوارعها كان هناك نقص بالمواقف العامة للسائقين القادمين على المدينة، الزائرين للمدينة أو للسكان المحليين، ما في الساحات الكافية حتى تصعب كل السيارات. فما بالك لما قامت البلدية بهذا المشروع زاد العبء علينا. صحيح. وزاد العبء على المواطن. فبتمنى على الجميع أنه يتعاونوا معنا كشرطة مرور وكشرطة محافظة طول كريم
انهم يعني يجوا يعني يسلكوا الطرق البديله، ما يجوا على وسط البلد، بيعرفوا انه هناك في اكتظاظ مروري في وسط البلد، هناك يعني طرق عديده، شوارع عديده بديله بامكان المواطن انه يسلكها. نعم. بدون ما يعني حتى يكسب وقته وراحته يبعد عن مناطق اللي بيكون في هناك ازمه سير. اذا دائما نحن نتمنى الالتزام بالقوانين بكافه اشكال القانون يعني، وليس فقط القانون المروري. أكيد. ونتمنى دائما السلامه لارواح مواطنينا. وبالطبع نشكر لك حضورك في هذا الصباح المميز معك سياده الرائد جهاد.